إكسبرس. 8 ودرجة صباح النور، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا بكم في سبور إكسبرس. اليوم مفتتح الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مرحلة التتويج في ملعب حمادي العقربي بيرادس، بداية من الأربعة متاع العشية. لقاء قمة يجمع نادي الإفريقي بالاتحاد الرياضي المنسيري، حكم ساحة أسامة رزقلة، حكم الفار مجدي بالحاج علي المساعد لول، يامن الملوش المساعد الثاني، فوزي جريدي مساعد الفار، محمد مزيد الحكم الرابع، أمير العايدي المراقب، البشير الحسيني. نادي الإفريقي بقيادة عادل السليمي لأول مرة يقود كما قلت الفريق، موجود في المركز الخامس بسبع نقاط، يواجه الاتحاد في المركز الثاني ب 12 نقطة. عودة منتظرة لإدريس المحيرسي مقابل تواصل غياب يوسف العبدلي، ولقاء داخل اللقاء بين المعلم أو المعلم أو الأستاذ فوزي البنزرتي وتلميذ النجيب عادل السليمي. مباراة قمة منتظرة بشكل كبير برشا، سواء بالنسبة لعادل وجماهير النادي الإفريقي كأول مباراة، بالنسبة للاتحاد اللي راهن على البطولة وما يهمه كان الانتصار، والإفريقي يريد أن يقطع مع سلسلة النتائج السلبية بعد تعادل في الدربي زوز هزائم أمام سي اس اس والنجم الرئيسي أحلي. دونك مباراة منتظرة بشكل قوي، بداية من الأربعة في ملعب حمادي العقربي بيرادس. غدوة بقيت الجولة لحد 22 ماي في أولمبي سوسة، النجم الرياضي الساحلي للاتحاد الرياضي ببنجردين، حكم الساحة كريم الخميري، والأنظار ستتجه إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس الكلاسيكو بين السي اس اس والترجي الأربعة، وحكم المباراة هيثم جيرات. إلى كرة السلة، جولة حاسمة من أجل تفادي النزول، المرحلة قبل الأخيرة في الجورجاني الستة. النادي الإفريقي الدالية الرياضية، الإفريقي ب 12 نقطة مطالبة الانتصار لضمان البقاء، الدالية في المركز الأول ب 13 نقطة وتحب تأكد جدارتها. وفي حلق الواد، نجم حلق الواد اتحاد الأنصار مقابلة لا تقبل القسمة على اثنين، اللي يخسر يفقد أماله في البقاء، زوز في المركز الأخير ب 11 نقطة. وفي أريانا، شبيبة المنازه مع شبيبة القيروان، المنازة في المركز الرابع ب 12 نقطة، والشبيبة القيروانية في المركز الأول مع الدالية ب 13 نقطة. اليوم تنطلق بطولة إفريقيا لكبريات الكرة الطائرة في قليبيا بمشاركة الأولمبي القليبي والنادي النسائي بكارتاج. الأهلي المصري أقوى الأقوياء موجود، إلى جانب الفرق من الكاميرون وكينيا. تونس في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجولة الثانية، الأربعة العربي الكويتي فريق المدافع أيمن محمود مع شباب الخليل الفلسطيني، والكويت الكويتي فريق طه ياسين الخنيسي مع السيب العماني كذلك الأربعة، والثمانية متاع الليل جبلة السوري اللي درب المدرب التونسي صابر بن جبرية يواجه الأنصار اللبناني فريق المدرب التونسي طارق جراية. إلى جولة في الملاعب الأوروبية تأخونا إلى الدوري الإسباني لليغا، الأربعة ونص مباراة تجمع فالونس مع سالتا فيغو، والكالشيو البطولة الإيطالية الدفعة الثانية من الجولة الأخيرة، غدوة الحسم بين الميلان والإنتر، ولكن في المواعيد اليوم الأربعة جنوفا مع بولونيا، الأربعة وربع قلت 8-4 أتلانتا إمبولي، 8-4 فيورنتينا اليوفي، و8-4 كذلك لازيو مع إيلاس فيرونا. إلى البطولة الفرنسية الجولة 38، موناكو والأوام يلوجوا على نقطة لضمان المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويسعى بوردو وسانت إتيان إلى تفادي النزول إلى الدرجة الثانية. وفي باريس سان جيرمان تأكيد رحيل الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد نهاية الموسم هذا، أنخل شارك في 294 مباراة وسجل 91 هدف ومرر 111 كرة حاسمة في البرنامج. كليرمون فوت مع ليون كل مباراة تاع الليل، أنجي مع مونبيليي، باريس سان جيرمان مع ميس، ليل مع رينس، رانس مع نيس، لوام مع ستراسبورغ، لوريون مع تروا، لانس مع موناكو، نانت مع سانت إتيان. ونكملوا الأخبار من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث أبقى نهضة بركان لقب مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مغربيا للموسم الثالث تواليا، وخلف الرجاء البيضاوي في التتويج باللقب بفضل ركلات الترجيح أمام أورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي الجمعة أمس الجمعة في أويو النيجيرية، وانتهى الوقت الأصلي كما قلت بالتعادل السلبي. ثم الفريق المغربي سجل في الدقيقة 97 ركلة جزاء يوسف الفحلي، لكن أورلاندو بايرتس في الدقيقة 117 عبر ثيوم بونكوسي لورش عدل النتيجة، ونفس اللاعب لورش يضيع ركلة الجزاء الوحيدة. ساعات الكرة غريبة وعجيبة، كان رجع الفريق في المباراة ولكن ضيع عليه فرصة التتويج. هو اللقب الثاني
لنهضة بركان في المسابقة القارية، وأيضا هو اللقب التاسع للأندية المغربية، وبالتالي تنفرد بالرقم القياسي بعد ما كانت تتقاسم الرقم مع الأندية التونسية. نذكر فما تراجع كبير للفرقة التونسية، لأنه 3 سنين التالية الأندية التونسية كانت هي عندها الرقم القياسي، خاصة بين السياسات والنجم موجود أيضا الترجي على مستوى التتويج بكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ونذكر أنه المسابقة هذه كان تم دمجها بعد ما كانت يعني إلى حدود 2003 انطلقت في بالمسمى الجديد كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikafm.net.